مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وهنبدأ معاكم دلوقتي أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر. وزي ما تعودنا بتبقى تذكير لحضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس، ومن أهمها ترأس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع مجلس الأمن القومي، وتم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات، منها رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضايا الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، استقبال مدينة العريش لقافلة تابعة للتحالف الوطني وحياة كريمة محملة بالمساعدات، تمهيدا طبعا لدخولها إلى غزة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل لويك فيفي النائب الأول لشركة إكسون موبيل الأمريكية، وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات الشركة وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها ترأس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، وتم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات، منها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، مع التجديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. أيضاً توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وده لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لويك فيفي النائب الأول لشركة إكسون موبيل الأمريكية لاستعراض مشروعات الشركة وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأشار مدبولي إلى أن مصر تتطلع لتعاون أكبر مع الشركة الأمريكية وتوسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر. امبارح وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، اللي بتضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية لمدينة العريش بشمال سيناء، وده لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عن الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي اللي أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين. وشهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية مع استعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري، تمهيداً لنقلها لقطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح. امبارح أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة للتبرع بالدم لكافة العاملين بالأكاديمية وخريجيها تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقاً من مسؤولية المجتمعية، وشارك عدد من متدربي وموظفي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب في مبادرة التبرع بالدم. امبارح وجهت المديريات التعليمية المعلمين الناجحين في مسابقة 30,000 معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل بسرعة تقديم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي، وشهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والزكية. بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي الشرقية تم تخصيص 26 حلقة تسويقية لاستقبال القطن من المزارعين، أما في الدقهلية فتم تقديم الخدمات الطبية ل 643,500 مواطن مستفيد في حملة 100 يوم صحة. كمان امبارح في الإسماعيلية تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة زراعة مليون شجرة، ومحافظة المنيا حصدت المركز الثاني في توريد القمح بنسبة وصلت 135% من المستهدف. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم تخصيص 26 حلقة تسويقية موزعة على كل المراكز بالمحافظة لاستقبال محصول القطن من المزارعين، منها حلقات بالبيس، منيا القمح، صان الحجر ورمسيس، وده الحين تحديد موعد أول مزاد علني بالمحافظة، وتم تحديد سعر فتح المزاد ب 5500 جنيه ووصول سعر القنطار في المزاد اللي تم بوجه إبلي لأكثر من 10000 جنيه. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن توقيع الكشف الطبي على 643500 مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وبيتم تقديم خدمات المبادرة عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة لفرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية. في جامعة بني سويف أعلنت الجامعة عن وصول فريقين من الطلاب للتصفيات النهائية من مبادرة شباب من أجل التنمية اللي بيتم تنظيمها لمشاركة الشباب في صنع مشروعات وسياسات التنمية. في كفر الشيخ أكدت مديرية الزراعة أنه تم كبس حوالي 255 ألف فدان قش رز خلال الموسم الحالي، وبيستخدم كبس قش الرز كعلف للماشية، كما أنه يساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتنقية أجواء المناخ. في الأقصر تم تحليق 50 رحلة بالون طائر بتقل 1200 سائح من مختلف الجنسيات، حيث إن البالون الطائر بيشهد رواج سياحي هذه الأيام تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي، وبيستمتع آلاف السائحين يومياً بركوب البالون الطائر اللي بيحلق يومياً من أمام معبد حتشبسوت غرب المدينة. في الإسماعيلية أطلقت المحافظة المرحلة الثانية لمبادرة زراعة الأشجار على الطرق السريعة وأمام المدارس والطرق الزراعية ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون شجرة. تستهدف محافظة الإسماعيلية زراعة 1,000,000 شجرة في مراكز الأنطرة شرق والأنطرة غرب وفايد والتل الكبير وأبو صوير وفي الشوارع الداخلية في أحياء الإسماعيلية الثلاثة. في المنيا أعلنت المحافظة عن حصولها على المركز الثاني في توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية بتخطي المستهدف بنسبة 135% بزيادة 25% عن الموسم الماضي، وده من خلال خطة متكاملة بمشاركة كل المديريات والجهات المعنية وتجهيز 42 موقع تخزيني لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات المواردة من الأقمح.